كلام شوية بيبقى جد وحبة هزار، وأوقات بيبقى على الهادي وكتير ضرب نار. كانت الحياة جدية زيادة عن اللزوم. كان البشر الأوائل يحاربون ويتكيفون مع ظروف البيئة ويصارعون الطبيعة. لم يكن للترفيه مكان. ما إن استقر الإنسان وضمن أساسياته من غذاء وملبس حتى بدأ في البحث عن الترفيه، أقام المسابقات ومارس الرياضة وبلبط في المحيط. ولكن تدريجياً تحولت طقوس الترفيه إلى معارك دامية فقط من أجل إثبات إن وجهة نظري هي الصح والأحسن. فتعالى اتبسط زي ما أنا بتبسط، لأن محدش في الدنيا بيتبسط وهو بيشجع فريق خسران. واخد بالك انت؟ في زمن بعيد نسبيا وبعد اختراع الشراب اللي بيحمي الانسان من التكتكة وتجمد صوابع الرجل، اكتشف الانسان مشكلة عويصة لا يوجد لها حل حتى الان، الا وهي اين تختفي فردة الشراب الاخرى؟ وليه دايما بتختفي فردة واحدة؟ ليه ما بتختفيش الاتنين؟ عشان ما نتضايقش. ليه نلبس شراب فوسفوري في رجل وشراب اسود في رجل تانية؟ حتى اتى اليوم الذي قرر فيه احد الاشخاص وضع الفردتين جوه بعض عشان ما يدعوش. الاختراع اللي تصنف بعد كده من افضل 10 اختراعات في التاريخ. وضع هذا الرجل الفردتين جوه بعض فقط عشان يقدر يقلع الجزمة براحته لما يروح يزور أي حد في بيته. ولكن ولأن الإنسان لعوب بطبيعته، ركل أحدهم فردتين الشراب اللي على شكل كورة دول، واكتشف إنها بتلف وتجري وصعب السيطرة عليها، فقرر يكبرها علينا وحط فردتين شراب كمان جوه الكورة، فحبينا نفخمها عليه فزودنا كمان فردتين لحد ما اخترعنا الكرة الشراب. سريعاً ما نزل هذا الشراب إلى الشارع وتجمع حوله اليافعين داخل الحارة، وبدأوا يلعبوا بيه ويحطوا له قواعد وقوانين عشان يفصلوا شوية من جدية الحياة وصعوبة المعيشة وقسوة الطبيعة. كانت لعبة عندما تنتصر فيها يتدفق الأدرينالين في جسدك فيجعلك الأسعد على الكوكب، فأصبح هذا الشعور إدمان كإدمان النيكوتين. الجميع يريد الفوز، الجميع يريد جرعة الأدرينالين. أصبح لا بديل عن الفوز هو شعار أغلب المتنافسين والأندية. ولأن الإنسان تنافس الطباع ويحب دائماً الوجود في المقدمة، أصبحت تلك اللعبة المصنوعة خصيصاً للترفيه عشان تفك عن نفسك شوية، تحولت إلى أداة لصنع التعصب وإنك تشد نفسك أكتر وتدافع عن ميولك الكروية كأنها شرفك الشخصي والعائلي. أصبح الأهلاوي والزملكاوي أعداء وقبائل متناحرة، فالموت أهون عندك من الخسارة أمام غريمك، فتم صياغة الأغاني والأناشيد المخصصة فقط للسب واللعن في الجالسين أمامك في المدرج الآخر. أصبحت المباراة كالحرب. المشهد الكليشيه بتاع القهوة اللي بيقوموا يضربوا بعض بالكراسي بسبب اللاشيء في الأفلام أصبح مشهد حقيقي، فبدأت القهاوي في تفادي ذلك بتصنيف أنفسهم لو سمح الأهلوية يقعدوا هنا والزملكاوية يقعدوا هنا. حط دايماً حدود لعصبيتك، وفر طاقة النقاش والخناق اللي جواك في حاجة ممكن تفيدك. اتخانق على القعاد في الكرسي اللي جنب السواق في الميكروباص، اتخانق على دورك في الطابور قدام شؤون الطلبة، حتى عشان لو كسبت الخناقة تلاقي نفسك استفدت بأي حاجة. عندما ترى نفسك الأفضل، الأقوى، الأعقل وكل من حولك على الله وما لهمش فيها، عندما تقتنع في قرارة نفسك أنك الأنسب لقيادة العالم، لكنك فقط تحتاج للفرصة. بس لما تجيلك الفرصة بتنزل مع طنطا للدرجة التانية، عندها تكون رضا عبد العال. كان رضا عبد العال لاعب فريد من نوعه، نوعية من اللاعبين الذين لن تسنح لك الفرصة لرؤيتهم كثيرا. كان من أذكى اللاعبين على أرض الملعب، رؤية ثاقبة، خفة ورشاقة، وقارئ جيد يعرف أين ستكون الكرة بعد 30 ثانية من الآن، جعلته تلك المميزات يعتقد أنه أجمد من أجمد جامد قابلته في حياته. رضا عبد العال أدرك من أين تؤكل الكتف. الأشخاص العاديين الروتينيين موجودين حوالينا في كل مكان. لن تكون مميزة إذ كنت ملتزماً بالقواعد العامة للعقل. كلما كنت أكثر جنوناً، أكثر إثارة للجدل، كلما كانت الأضواء تسلط عليك أكثر فأكثر. فليه أبقى شخص عادي لما ممكن أكون رضا عبد العال؟
أن تصبح رضا عبد العال فالأمر سهل، مجرد سؤالك عن أي شيء امشي عكس الاتجاه. عليك أن تختاري الإجابة التي لن يجاوبها شخص غيرك، لأنها ليست موجودة في قواميس الإجابات من الأساس. أن تكون ودوداً ومحبوباً من الجميع لن يجعلك مصدراً للجدل. لو بتحب كل الناس وكل الناس بتحبك ومحدش بيسمع منك كلمة وحشة ولا بتسمع كلمة وحشة من حد، مش هتبقى مميز في حاجة. هتبقى كويس بس ما الكويسين كتير. فلو حد سألك عن شخصية معينة اغلط فيها، اغلط فيها الأول وبعدين نشوف هنقول إيه بعد كده. هي دماغه جايباه كده، ملوش كبير، امكانياته مساعداه، سقف طموحه ما بيقفش، بيحلم ويحلاله، مش عايز ياخد السلم من اوله، عايز في خطوه واحده يوصل. في داخله باتمان محدش شايفه غيره، يريد تجاوز المحليه فهي لم تعد تناسبه. يمكن اكتر ما يميزه هي صراحته المطلقه، فاللي في قلبه على لسانه، لا يملك الدهاء، فهو شخص بسيط ما بيلفش ويدور. اساله هيجاوبك على طول. قد تظن أن من السهل إدراك ما يدور داخل عقله، ولكنك بالتأكيد لن تستطيع ذلك. تلك المتاهات الكائنة في أعماق خلايا مخه، من الصعب علينا كبشر عاديين إننا نفهمها. هو نفسه لم يستطيع فهم نفسه، يؤمن بأن محدش فهم حاجة وأنا مش أحسن من حد. وسؤال حلقتنا، أذكر الفريق الذي فشل رضا عبد العال في قيادته إلى الهاوية. أغششكم؟ معايا دلوقتي ضيف خطر، بيقول إن سيرته تعبة ناس كتير، منهم الأصفر واللي قلبه أسود بلاك، اسمه مسمع وليه أغاني معدية 500,000 مشاهدة. معايا الخطر مسلم. احكي لنا أنت إزاي ابتديت غنى؟ أنا من صغري بغني عامة، يعني من عندي 10 سنين كنت عشت فترة في دمنهور، كنت تيم كده كانوا كلنا بنغني، شبه مثلا 19 أطفال. أول حفلة كنت عملتها في حياتي كنت بغني محمد نبينا، كانت أغنية أحمد أهلال، وخدت الأول على الجمهورية ما شاء الله. بس من بعدها بقى تمت المسيرة بقى، بقت متأثر كملت. شوية، واكتشفني بقى شخص عايز عليا جدا، أستاذ هاني محروس، كان أول شغل ما بيننا إن هو إن أنا أعمله معاه. تمت المسيرة من أول اسم مسلم، بعد سنة من العقد غنيت مع صاحبي، عملنا ألبوم كان بعد رمضان، يدوبك نزل رمضان ده ساعتها ما كنت لابس الماسك، كنت عامل حفلات القناة. فلما عملت كده الحمد لله ماشي. بابا نبتدي أول فقرة، ماشي غنيها. اللعبة دي هقول لك موقف وانت قرب من الموقف بالأغنية شبيهة لي. ماشي حلو. ده أول موقف، واحد تايه ومش عارف نفسه وحس ان العمر ضاع منه على الفاضي، يغني يقول ايه؟ ماشي يلا. بالبسط. ماشي. الموقف الثاني، أوه. واحد الدنيا مخبطه معاه ومش عارف الزهر هيلعب معاه امتى. ده انا عارف. شفت دي سهله ازاي؟ الله. احنا كده خلصنا اول لعبه. ده سهله. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ نخش على الفقره اللي بعدها. يلا بينا نخش على الفقره اللي بعدها. غني بالهيليوم. يلا اسحب اول. اسحب بالونه؟ ماشي. يلا اول اغنيه يصفر. يصفر. اسحب الاول. اسحب بقى هوا جامد. قول يصفر. يصفر. انت فاكر الصوت هيطلع؟ اخد تاني. يلا تاني. ماشي. يلا غني بقى وسيبها بقى تطلع زي ما تطلع. يا اصفر شغلك. نخش على تاني واحده. اخد تانيه انت؟ انت تاخد الحمراء. طب ماشي حلو عشان خطر. هوا بقى جه. يلي سرتي تعباك قلبك. هيليوم برضو مش مقصر ما شاء الله. خطر ترى ترى خطر. يا جدع فين ده؟ نخش على الفقره اللي بعدها. يلا. تحت الكوبايه حكايه. تحت الكوبايه حكايه. كده كده كل الكاردز اللي عندك هتسحبها، عندك اختيار ان انت تقرا السؤال وتجاوب وما تشربش. مش عايز تقرا السؤال ومش عايز تجاوب، هتشرب العصير وهتقول لنا طعمه ايه. ماشي يلا. من براحتك زي ما انت عاوز. احكي عن اخر خناقه بينك وبين ده بندو بالتفاصيل. لو مش عاوز تجاوب اشرب. اخر خناقه؟ مفيش خناقه اساسا، اخر خناقه بسبب الاغنيه بتاعت يصفر. مظبوط.
هو انتوا غنيتوها انتوا الاثنين؟ لا لا، هي كانت بتاعتي وانا عندي فيديو بيثبت ده، كنت منزله لايف من 5 شهور. هو كان عايز يخش في الاغنيه، ومفروض اصلا ان انا بالاغنيه دي الكلام عليه، خدها وغناها وانا ما كنتش حابب ده. وليت مره واحده الاغنيه بتنزل على اليوتيوب والسوشيال ميديا، فزعلت طبعا، ده تعب وشقه. وسبحان الله نزلنا برده بشكل كبير وشكل محترم، واتمنى ان هو يركز على مستوى شويه. خش على السؤال اللي بعد. احكي عن اخر موقف حصل خلاك تعيط في بينك وبين نفسك. اخر موقف كانت مشاكل النقابة، بسبب ان انا نزلت حفلة وانا بحب شغلي جدا، في نفس الوقت ما كانش في ايدي ان اطلع، ومحترمت كلام النقابة يعني. طلعت اتأسفت للناس. في الوقت ده لما رجعت في العربية كان معايا زوجتي برضو ورا، فلقيتني كده بعيط وكده، فهي الوحيدة اللي عرفت تطلعني من المود ده يعني. خش على السؤال اللي بعد. احكي عن موقف حسيت فيه بالإهانة. اول موقف ده، الموقف ده كنت صغير ونزلت القاهرة علشان حد يسمع صوتي، وان انا اوصل موهبتي لحد يعني. حد معروف، احمد السبكي، وبسلم عليه، فبعمل ايدي كده ترابيه ساعة ما سلمش عليا، فرحت انا واخد ايدي تاني ورحت قلت له انا من اسكندرية وكذا كذا كذا وجاي اغني. فبص لي كده بص من فوق لتحت، قال لي نعم يعني عايز ايه؟ فقلت له يعني حضرتك لو تساعدني كده واقدر اطلع موهبتي انا بغني وكده وبكتب وحاجات كده. قال لي لا ان شاء الله ساعد نفسك في اسكندريه وروح اغني في بلدك يا حبيبي. نفس الشكل كده، فاخدت بعض ومشيت. اليوم ده كنت بعيط كميه عياط طبعا رهيبه. يوم الموقف ده انا حلفت ان اي حد بيغني لو صوته حلو انا في ايدي مساعده هعملها له. نخش على الفقره اللي بعدها. ايوه، اسئله حره. مسلم بنفس من حسن شاكوش عنبه بيكا؟ لا والله بالعكس، يعني حسن اخويا محترم جدا، من الناس الخلقيه، وانا ما اتعاملتش معاه لغايه دلوقتي وش لوش، بس هو من كلامه في التليفون شخص محترم. بيكا القلب الطيب، ما بيخبيش حاجه. عبدالله الناس دي في حته وانا في حته برضه، يعني هم بيغنوا لون وانا بغني لون. انت شايف نفسك في مكان تاني؟ هم في حته وناجحين جدا، وانا في حته نفسي اوصل لها وبكمل ان اوصل للحته دي. انا نفسي في يوم من الايام يوم ما اعمل ديو اعمله مع حد انا بجد بحلم اعمله معاه، هو شخص لغايه دلوقتي انا بدرس له بقى. مين طيب اللي بتحلم تعمله؟ يعني هما اتنين الصراحه عشان ما اكذبش عليك، حمزه نمره وسعد المجرد. دفعت كام لعبد الباسط عشان يعمل معاك اغنيه يا اصفر؟ هو مش انا اللي دافع، كان سلطان. بس ليه المنتج؟ سلطان الشن هو اللي دافع، ده كبير يعني. مين مسلم الاصلي، انت ولا مسلم بتاع اغنيه واتنسيت؟ عامل لك حته شبه عبد الباسط حمود، انا الكينج. لا طبعا، هو مسلم الثاني. انا كنت اعرف ان هو شغال من زمان، هو كان لسه ما اشتغلش على نفسه، وكان لسه ما عملش حاجه جامده يعني. هو قال متهيألي ضرب بتنسيت، ونادى اتنسيت دي كسرت الدنيا، اغنيه حلوه طبعا. ومن بعدها بقى اتعرف ان في اتنين مسلم في الساحه، بس انا طبعا كنت اقدم بقى، منزل حاجات كتيره جدا يعني، الحمد لله انك حاجات كتيره يعني. الفقره اللي جايه ايه؟ ضرب نار. حوده بندق هو اللي عملك زي ما كل الناس بتقول؟ اكيد لا، اصل بصي مش احنا اللي بنعمل، ولا في حد في العالم يقدر يعمل حد، احنا كلنا اسباب لبعض. وهو شخص قديم وناجح، وانا بقولها ده، انا من اول الناس اللي غنيت مع حوده، وكنت بغني مع قبله برضه مع ناس تانية، بس هو كان اول الشهر يعني. اللي انا عايز اعرفه للناس، لولا فكره مسلم ما كانش حوده رجع يشتغل تاني يعني. نتكلم صراحة يعني، حودة كان من بعد الزوجة الرابعة عملوا كليب كان اسمه يا بنات يا بنات، اللي هو يا بنات حلوين حلوين، كانت مكسرة الدنيا. من ساعتها حودة نام ما اشتغلش. في 2020 حودة رجع اشتغل تاني لما غنى جنب مسلم، مش عشان خاطر مسلم حلو ولا عشان خاطر مسلم جامد، عشان خاطر مسلم عمل فكرة جديدة، وقدم طريقة للأغنية الشعبية بطريقة محترمة وشيك، وعمل فكره ماسك ومش عارف ايه، وتعب واجتهد وكتبته يعني تعبت. فانا ما اقدرش اقول غير ان ربنا هو اللي شايف مش انا. سبب الاسباب. مسبب الاسباب، انا سبب ان هو يخليه يشتغل، هو سبب اني خانت شهر. لو مخك تقدر تشيل منه ذكرى وحشه وتنساها، ايه الذكرى اللي انت عاوز تشيلها من الذاكره بتاعتك ومن مخك ومن ذكرياتك؟ اي واحده عرفتها في حياتي. في الست فعلا اللي تقدر تيجي للراجل تنسيه طبعا كل اللي فات؟ طبعا، انا شفت ده اللي فات كله
كله مات. كله راح. كله راح. مين بينحت منك شغل؟ بص انا متعب يعني مش عارف، بس هو كتير قوي يعني كتير قوي عملوا فكره ان حد يغني باللهجه الكسر الخليجي دي في مصر عامه كتير قوي. شفت ناس كتير قوي ده الحقيقه يعني اغنيتي اصفر دي انا متهيألي في 300 واحد قالوا اغنيتي اصلا بعد خناقه انا وبنت. فكتير قوي كتير قوي قالوا ان دي اغنيتهم اصلا. اه والله وان هي مش اغنيتك ولا اغنيه. لقيت اتنين بيعيطوا على اليوتيوب بيقولوا ده احنا حوضه بندق ومسلم سرقوا مننا اغنيتنا. دي قصه ثالثه. دي قصه رابعه دي ده موضوع تاني. وكتير قوي حتى من الناس اللي في المجال على فكره. انت بتنحت من مين؟ بص انا مش هكذب، مفيش حد ما بياخدش فكره ويجددها، بس انا دايما بحب فكرتي بره بقى. انا بعيد عن السوق المصري، بس يعني انا بحب دايما الخليجي، بحب الاجنبي، بعشق اي اغاني مغربيه، انا بحب الحاجات دي قوي. مين عامل له انفولو؟ من عامل انفولو كتير قوي. مين عامل له لسه انفولو قريب؟ هو واحد هو شخص. مين عمل لك انفولو؟ هو برضه برضه. ممكن بقى يكون حد مش عشان انا مش متابعه ومش واخد بالي منه في عملي. عاوزك تغني حاجه بقى تقفل بيها خالص. في اغنيه بحبها اسمها في حاجه جديده مثلا ممكن تقول لهم مثلا في اغنيه بقول في يا من قسمت بان في ناس طيبه طب اين هم؟ انا ما لقيت الطبطبه صراحة لقيت في كل الصفة خدت الأفا وخدت جنب غريبة. حلوة كده بقى عشان قصة تقيلة بقى. أشوفك مكسر الدنيا وأشوف اليوتيوب جايب أرقام أكتر وأكتر وأكتر ومبسوطة إن أنت نورتني. شرف لي. حلقة جديدة وضرب نار.